غفرانك ربنا ليك. قبل الدعاء وبعد الدعاء بتسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة، قبل العبادة وبعد العبادة بتسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة. ولذلك أول ما تسلم، أول ما تسلم من الصلاة كنت بصلاة، بأعظم العبادات عند الله سبحانه وتعالى، أول ما تحاسب عنه يوم القيامة خير موضوع. وأنت بتسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، الله أكبر، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. ليه؟ عشان احتمال يكون، احتمال كبير يكون في تقصير بالصلاة اللي أنت كنت فيها، تعمل معظم أمورك تستغفر بعدها. غفرانك ربنا، يعني نطلب منك كل الغفران على كل الأمور، ما علمنا منها وما لم نعلم. نحن لازم نستغفر عن الأشياء التي لا نعلمها مثل ما نستغفر عن الأشياء التي نعلمها. يعني أحيانا أنت بتجيك نكتة فيها كذب، يوصلك مقطع فيه مسيئة، مقطع فيه منظر مخل، وبتبعته لأصحابك، زتته على الجروب، زتته عند أصحابك، بعته برودكاست ما شاء الله عنك، وهون الشباب أخذوه ونشروا. طب هاي سيئات جارية، انت ما عامل حسابك انا بعتها لفلان وفلان هو اللي شير ونشر وعمل، ما كله بميزان سيئاتك. وبالمقابل لو بعتت خير وصار فيه شير كله بميزان حسناتك.